مرحبا معالي الوزير والطاقم المحترم، جيدا الجمعة اليوم. و نختار اولا لان اعترف لكم شي معالي الوزير، لا وصل من بعد اكثر اهتمام ماني عدال الهقبال قال بعد جي ريكوني هون بوبليك ما على انكم فوزيت ان دي مينيستر لو بلو ديسبونيبل و لو بلو اكسيسيبل نحن النواب. ها للامانه كنت يالتي لا نشهد به ولا هي عندي عني كوماس بل منين انتهيتوا معالي الوزير. جو في ريفينير على فان دو فوتر انترفونسيون اللي قلتوا على الاراده السياسيه موجوده ثابته، الاراده السياسيه موجوده وعلى انها اراده رئيس الجمهوريه اصلاح قطاع الصحه وانه ارادتكم انتم. انا صار نقول انه منين عاد الاراده السياسيه انه ولكم والرئيس الدوله وللمواطنين كاملين معناها عاد فوتر دوفوار بلوس كو جامي على انكم تصحوا هذا القطاع. لا هي تصحوا ان فيزون دي سنسيبيليزاسيون تقريبا لقينا بعض ان بوتيت اكزامبل على الناس اللي تجي رقاج يجي معاه مريض تعدلوا في التلفزات دي سبوت بوبليسيتير دي سنسيبيليزاسيون لذا الخلق اللي يجي اكومباني لي مالاد على قدر من الاسلوب واللي لايقه بالطب ويفهم لهم بطريقه مضبوطه. اولا لا هي سهل الكور ميديكال اللي يشتغل في ذاك القطاع لا يسهل لهم التعامل مع المريض وبالعنايه لا يعود عنايتهم اكثر للمريض. وهون ذا لا يجيبني على انكم مطالبين من هذا المنبر تحسن ظروف الكور لو بيرسونيل ميديكال وهذا ما انا لا نفتروا معالي الوزير منه ونختاركم نقول تقولوا لنا اش عدلتوا في ذاك في ذا لو بوان. هذه واحده نختار مولي نتكلم لكم عن شيء تقدروا تعودوا ماكم معنيين بي ديريكتومون يا غير طالبوا مني الاخوان نقولوا لهم ولا نقولوا لهم احنا شغلتنا لا اللي قالوا لنا هما نجوا احنا نقولوا لكم هون. هذو لي ريتريتي ديكور ميديكال ظاهر لي اعلن هذو الناس المتقاعده في قطاع الصحه وفي التعليم وفي الجيش يلا تنعطى لهم عنايه خاصه وين داروا في ظروف احسن من القطاعات الاخرين كاملين. بملي هذو دي جون نقدروا نفصلوا فيهم اي وقت. ان ميدسان يسوى رترت له 10 عمان مرات لا يتم لا ميدسان وراهم مالكم بعد هون للامانه ومن هذا المنبر نشكرهم كاملين. هون ياسر من الاطباء المتقاعدين اللي لا يداووا في المواطنين مجانا ولا عالم حد بهم ولا مطالبين منها لا شيعه ولا درجه ولا شيء لا شيء معدلينهم هما. نختار اللي نتكلم عن نقول لكم اللي روايه دائما نطرحها وتخلعني انتم قطاعكم الى بزوان درجه فاصل في ياسر من فضل صحة بثمنها ثمنها قالي حتى وانتم معالي الوزير السنه الماضيه راضين حكم المليار هذا ما هو معقول. ومنين تموا ما تتوبوا يالتكم تموا كل عام نزيدوكم نعطوكم هذا العام لا تردوه ولا رديتوه لا تعودوا عدلتوا خطا واحنا ما لنا فاهمين ورانا كنت قالوا كاملين هنا تي بيناتنا. هذه ما معناه اللي معالي الوزير بسم الحالة تعودوا تردوا الفضاء وانتم الفضاء فاصلين فيه ولا تيتوا تردوه والعكس ولا انتم تردوه ويجونا نحن هون طالبات على ان نعدوا دي زاماندمون ونطلبوا زياده. طالبين السنه الماديه طلبنا زياده لي زيكول دو سانتي طلبنا زياده لكذا طلبنا فعلا هؤلاء الاطباء كاملين فاصلين في الدواء فاصلين في الفضاء اياك يقدوا يعدلوا به العمل. وراني بعد هون مولي من هذا المنبر لا نشكر قدر من رجال الاعمال اللي لا ذاك مولي يعدل لفته كريمه لقدر من هؤلاء الاطباء هذا مولي مهم ويا ريتو يتم يشجع ويا ريتو يتم ينقال لهم ميرسي بوبليك اياك يقد انسيتي دوتر بيرسون دوتر غروس فورتون انهم يتموا يعدلوا دي دون لهذا القطاع. اسالكم معالي الوزير عن روايه انا كيما تيان بوك واكر اللي هو الكنف اش عدلتوا من تكوين لكينيزي ثيرابوت؟ لكينيزي ثيرابوت معالي الوزير قط قلتهم زدت نقولها انت ما لا نقولها انا نعودوا عادوا خارقين عندنا دي كينيزي ثيرابوت فاصلين فيه موريتاني. نحن في دوله نعانوا من السمنه نعانوا من لو ديابيت نعانوا من ليبرتونسيون وهذا كامل يؤدي دي زاكسيدون كارديو فاسكولير ومولاهم عيا يشل ويقد يعود ذاك الشلل باساجي يقد يفوت شهرين ثلاثه الين يجبر مدد قد تعالجوا. هذا نختاركم معالي الوزير جاوبونا عليه. عندي سؤال اخر يعني في التخصصات لا بيدياتري قال لي على لي بيدياتر هون ك
كانوا عندي عنهم 21 وعقبوا عاد ولا 19 ودار كاتي ان فورماسيون منهم 5. معالي الوزير هذا ما هو كافينا من لي بيدياتر ولا سورتو لي بيدياتر اللي لا يداو دي زانفون من عند خلاقتهم الى ابوبري 15 ans. احنا لا يعودوا تقريبا هما التيار دو لا بوبولاسيون ما يعرفوا الخلطه دو بعد القدر القليل اللي عندنا يعرفوا ينعرف لهم اللي شي هو طريقه خاصه بملي لي زانفون لا تعود عندهم عنايه خاصه. و نرجع على mettre le corps médical كامل le personnel du corps médical كامل dans des meilleures conditions. قلت لكم لا كيسيون بينكم تقولوا لنا اش عدلتوا في ذاك لو سونس. والحالات المستعجله والصحه كامله معالي الوزير قبيل قلتوا شي وانا شاطر معاك من رايي فيه على انه اون فيان دو نيان يا غير مولي لو نيان الحمد لله مرقنا ولو نيان يالتنا الحمد لله من اللي دواركاتي عمان واحلين في التصحيح واحلين في تحسين ظروف مازال اللي رانا لكم ما نبعيد حتى من لو نيان مسيو المينيستر ما مازلنا رانا لكم مازلنا لابد لنا من ياسر ياسر من الجهود ومن سرتو التحسيس معالي الوزير جو روفيان عليها على لا سنسيبيليزاسيون لا بوبولاسيون على الطريقه اللي يالتها تعود تاكسيدي بها لوبيتال. ثم قلتوا قبيل على ما يالت الناس اللي وجع راسها تقيم قايس الحالات المستعجله هون واحدين اخرين ما يعرفوا ما الحالات المستعجله اقول لك طبيب لين يجبرهم منين كلينيك ما عندهم باش يقيسوا كلينيك. وهون سامع مينا فو بارلي مسيو لو مينيستر دي ريلاسيون اللي بين لا سانتي بوبليك اي لو بريفي. نختاركم انتم هنا تياها ما تعود بينكم ان كونكورونس حسب اللي شفت انا هنا انت راي ما بيناتكم ما نبقي لكم يا تعود لكم ان ترافاي كومبليمونتير بيناتكم تكامل يعود عمل تكاملي بينكم انتم وهو لو بريفي. اللي عنده باش يقيس لو بريفي ما باش راه يقيس لو بريفي وتم بعد علاقة لو بوبليك مع لو بريفي لا طيبة. إذا كم مالي قد لا يشجع لكم مالي فو ميدسان وحدين يقولوا على سافا توي لو بوبليك سي با فري سافا با توي لو بوبليك غير مالي فون فير لور ترافاي يسيرون دون دو يبورون اميليوري لور كونديسيون. وشكرا جزاكم الله خير.